شحال تقريبا نتوما ديال الناس؟ أربعة. نعم أربعة اللي أربعة اللي مدرين بهادشي. أربعة أربعة العائلات. السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من أمام محكمة الاستئناف بسطات. معنا واحد المجموعة ديال ضحايا، واحد السيدة اللي كتعطي الفلوس بليزانتيري، يعني الفلوس بالفائدة، ولحد الساعة رغم الشكايات ديالهم، رغم مجموعة من الأمور، يعني ما تمش الاعتقال ديالها. غادي يحكيو لنا شنو واقع. تفضل اخويا عاودنا شنو. السيدة سيدي مسلفة أنا بليزانتيري. نعم اخويا. وكنطلب أسيدي من جلالة الملك والسي الحموشي يتدخلوا. هاد السيدة راه قامت رجال الشرطة والمحكمة قاموا باللازم ديالهم، اللازم ديالهم، ولكن هاد السيدة كداعي بالقوة وخرجات على مدينة سطات. كتجي علينا. واش ملي كتاخذوا من عندها الفلوس واش كتعطيوا شي شيكات؟ لا والو والو. عندها واحد السيد معاها كتخرجوا هو يضارب على يضارب مع عباد الله، وكتجي من عباد الله في الديور، وتا واحد ما صور منا حتى حاجه. كتقول لك اللي بغى يقيد بيا يفوت مدينه سطات، يمشي للرباط ولا يفوت الرباط لهيه. وانا كنطلب من جلاله الملك والسي الحموشي يتدخلوا بسرعه في هذه القضيه، وماشي احنا راه كاين الناس خايفين وما قاديش يجيو يلتجؤوا للسلطه. وصل لهالدرجه المصيبه خويا فهمتي؟ هادي الناس خايفين ما قاديش. ما كاين المخزن، كاين في السطات، رجال الشرطه كاينين، محكمه كاينه، هاد الناس كيخافوا كتخلعهم، كتكذب عليهم كتخلعهم هاد السيده. وهاد الشيء راه بزاف السي الحموشي وسي الملك. من اقليم السطات. دابا هاد السيده قالت لك اللي بغاني يقيد بيا يخرج من مدينه السطات. هاد السيده عندها يد حديديه، يعني تقدر تخبط اي واحد، ما مسوقه لتا واحد. انا شحال من مره هدوني وهدوني بنتي، قالت لي نجي من المحمديه، عندي الناس في المحمديه يصفيوها ليها ويزيدوا. انا وليت خايفه ونسد على ولادي، عندي جوج ياسه ما مربياهم. انا سلفتني 40. قالت كتاخذ كل شهريا من شهر جوج ديال العام الاول، وهي كتاخذ حتى لهذي شهرين. عاد حبست عليها، قلت لها سيري ديري اللي بغيتي، شغلك هذاك. دابا وليت سد على وليداتي الصغار، ما نخليهم يجوا يخرجوا للجرده، ما نخليهم يلعبوا، ما والو، حيت هي مرا شريره قاطعه من رحمه ربي. قالت لواحد السيده، قالت لها شوفي سلفتها 100,000 وبقات كتاكل فيها تاكل فيها. قالت لها بهيمة العيد، دات لها التلفزه من الحيط، خدت التليفون ولدها من يدو، هادشي كلشي لي زانتيري. قالت لها شوفي والله، قالت لها وتوصلي 5 المليون تحطيها. وقيدنا عند السيد وكيل العام، وسيد وكيل العام خدم خدمته وصيفط الله بيجي، وما بالينا حتى حاجه لحد الان. دابا ما باينه حتى حاجه. قالت لك انا اللي بغى يقيد بيا يطلع للرباط ويمشي لمدينه اخرى، اما هنا ما تصوروا حتى حاجه. وحنا كنطلبوا من السي الحموشي ومن صاحب الجلاله، وكنطلبوا من الناس ديال الرباط يتدخلوا. الله يرحم ليهم الوالدين، ها عارف سيدي ربي عليهم، ها عارف ما يدوزوناش. احنا ولادنا كنباتوا في الزنقه، احنا مزوقين في السي الحموشي، وحنا مزوقين في صاحب الجلاله، ها عارف سيدي ربي يجيو عندنا ويجيو ويديرنا مواجهه مع هاد السيده. ها عارف سيدي ربي يجيو يتدخلوا، حنا غنموتوا، راه وليداتنا خايفين وكل شيء خايف. ويجيو نقضوا دوك الوليدات اللي عندهم 4 سنين وعندهم 5 سنين. واش كتجيب معاها شي وحدين كيهدوك؟ كاينه راه عصابه، راه فيها عيالات واصلين المال، عندهم المال وعندهم طوموبيلات وعندهم ما نقولش لك، ما نقدوش عليهم. يقدو عليهم صاحب الجلاله ويقدو عليهم السيد وكيل العام، كلشي غيقدو عليهم، حنا ما قادينش عليهم. حنا انا كنبيع الكارو في المحطه، كنصور جدريان باش كنكبر اليتامه. انا راه والو، انا راسي والو سيدي، انا راه عندي اليتامه كان بوهم ميت وامهم ميته، كنعيش فيهم وكنبيع في الكارو باش كنعيشهم. الناس كلهم كيعرفوني كنبيع الكارو وكتاكل فيا. انا سلمت عندها باش نداوي الدري، كان مرض ليا الدريري الصغير. اخ بغيت نتسلف باش نداويه، حتى صدقت غرقت كنصعب وكون خليت مشيت على سويطره الحومه ما غتفي رجليا على هاد الحاله اللي وصلت ليها. والله ما منكر هذا. واش كطالبوا دابا؟ كنطالبوا بصاحب الجلاله والسي الحموشي يتدخل في هاد السيده. حنا في الزنقه، احنا ما تيرجش لينا فين نبركوا. كنباتوا في الزنقه. دابا ها هي السيده. قي معايا تفضلي. وي خويا كنباتوا في الزنقه حنا ولادنا. واخده فلوس؟ واخده مع دانو راجلي. شحال واخده؟ 100,000. ورديتيها ليها؟ رديتها لها، قالت ولات 5 المليون دابا. من 5000 درهم ولات 5 مليون؟ واخا تبقى ولات 5 المليون. 5 المليون. دابا حنا كنباتوا في الزنقه. ودابا رغم انكم درتوا الشكايه وهذاك الشيء ما قديناش عليها. ترى عفريت. هاي هجمت على المراه الصباح. انا سيدي هجمت عليا، انا شتت بالحق.
حيت انا حتى انا مسلفاني. انت مسلفه؟ اه حتى انا مسلفاني. مسلفاني خدت معها ب 20 ب 10 ب 10 كتزيد عليا بالمسيريس. شحال وصلت معاك ليره؟ مليون. مليون؟ اه مليون. 40000 وصلت للمليون. اه مليون. حيت بالمسيريس والو. لا ما كتاخذش هي. ما كتاخذش الشيء. شي صحة. صحة. صحة ولا حط صحة. حط صحة ولا تهجم عليا. دابا الصباح من شت انا السيدة بالحق جات هجمت عليا الصباح بجنوي. قالت لي ولا اللي بقات فيك شتي فيا ولا اللي بقات فيك. ثمن الدريه بنتي قالت لي لولا بقات فيك. هاي لا بلا مسؤوليه بنتي بلاش بلاش بلا مسؤوليه. واش كطالبوا دابا اختي؟ واه كنطالبوا بحقنا ياخذنا مخزن حقنا. هادشي باش كنطالبوا. قول لي اخويا المشكل بالضبط انت هذه الزوجه ديالي. اه الزوجه ديالي. دابا انتم اللي واخدين. احنا اللي واخدين. هاد السيده عطاتنا 5000 درهم. قالت لك واخا تعود حتى 100 مليون. هاد السيد واخد 10 20 تعود. تعود حتى 100 مليون تحطها صحة وهي انا كنطلب من الشرطة ديال مدينة سطات والمحكمة ديال مدينة سطات راهم كيخدموا هي راه ذكية في هذا الشيء راه انتيليجون في هذا الشيء في الكذوب يعني راه ريزو راه شبكة اه شبكة انتيليجون كتدخل بواحد الطريق والابواب اللي ما تخرج منهم سالكة باش يردوا البال من هذه السيدة راه هذه هي باش غلبت على هاد الناس كاملين في مدينة سطات هذا الشيء باش غلبت عليهم مال المخزن راه كاين خدام مخزن خدام هنا في مدينة الصهاد وراه رونو سطات راه خسروني للمدينة المدينة راه مشات حالاتها الشهود ما كنشهدوش خايفين منها وهاد السيدة سيدي هاد السيدة سيدي كنعاود كنطلب من رجال الشرطة هاد السيدة راه ذكاء من الذكاء في هادشي ديال الإجرام فقط في الإجرام دكتورة في الإجرام هادشي اللي كدير هاد السيدة وكتجي لعباد الله وتهددهم وتقلع عليهم دات واحد المرة كوكوت من الدار طيبة بلحمها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانت داتك بهيمة العيد. اه دات لي انا بهيمة العيد وبعت التلفازة وبعت تويني فين صغير ديال الدري كيلعب به ديال الدري صغير بعته. هاد السيدة راه بزاف. هاد السيدة سيدي راه بزاف. هاتا هاتايا كلشي كله الا كذبوا عليها في كذبهم الله يطير عليا ولادي. والله ما كاذبين عليها. هادشي كله ديره. هادشي كله ديره. هاك. شدي خويا فهمتي بغيناكم باش كطالبوا دابا ما كنطالبوا المخزن ياخذنا حقنا عاش الملك دابا حنا هاربين من حنا كنطالبوا بالسيد الحموشي والسيد سي وسيدنا الله ينصره الله الله يعلي مراكبه كنطالبوا يتدخل في هذا الشيء انا باغي هاد الناس اللي يتدخلوا ليا سيدنا ويدخل لي السيد الحموشي انا مزوج السيد وكيل العام دار اللي عليه وشي الاخر راه بقى ما يعني كاينه ما هرباناش يعني كدور كتجول كت اليوم راه هاجمه على السيده انا راه هربت من المحطه هاجمه عليا ودقاها هاجمه ما حيرهاش هذيك وما كتحيرش هذيك ما كتحيرش هذيك كتقول مسكين ما بغاش يبان يعني مريض بالقلب هو من عندها لا وما كتحيرش هذيك كتقول لك سيري جري طوالك وكتحط الباطل وكذابه كتكذب بزاف ما كتخافش الله كتخافش الله الله يرحم الوالدين اخويا الله يرحم الوالدين كما كتشوفوا مجددا الأوفياء القناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من امام محكمة السيناف وقفة لضحايا واحد السيدة مجبرة يعني انها كتعطي الفلوس بليزان تيري والغريب في الامر انها ما كتعطي ما كيعطيوها لا شيكات لا اعترافات بدين لا حتى شي حاجة يعني كتعطيهم واللي ما خلصش ياكل العصا كيطالبوا سيد الوكيل العام كيطالبوا سيد ولي الامن بالمدينه ديال سطات يعني بالانصاف